لو الحكاية فيها إن فيجو. هل هذه الأعاصير والفيضانات والتغيرات المناخية في هذه الدول بس ولا في مناطق أخرى برضه هتحصل؟ العالم في حتى في لبنان العالم كله تغيير مناخي، ونقولها المرة المليون، احنا في عصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام، ربنا بيهيئ ليه الأرض مناخيا وأرضيا. وعايز أقول لك يعني لو هو ربنا سبحانه وتعالى الحق لما بيعمل كده في نهاية الزمان فبينظف الأرض لحضرة الإمام المهدي. ليه؟ عشان الإمام المهدي لما يجي بالسلامة يلاقي كل الحاجات دي مش كويسة مش موجودة. لعل الناس فاكرة إن سنة 2015 سنة الدمار والحرب، ولكن لحكمة علمها ربنا. ليه دمار؟ ومن أعمالكم سلط عليكم. خلينا كويسين، خلينا نعمل بعض برحمة، وإحنا ممكن نتغلب على أي حاجة. يعني ما نشهده الآن هو بداية أو إعداد لظهور المهدي المنتظر بإذن الله. طيب، لو قلت يا أستاذة جوي هناك أحداث نبأت بيها وكانت صائبة تتعلق بالعديد من الدول، ومنهم على سبيل المثال كانت الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا ودول أخرى عديدة من الدول العربية أو الأوروبية، ماذا تتوقعي لقطر وتركيا وأمريكا خلال المرحلة الجاية؟ وهل هناك دول ستمر بأحداث جسيمة أو تلفت انظارها؟ أو طبعا كلهم لهم عندي توقعاتهم الخاصة بهم، بس أنا برضو مش هعلن عنها دلوقتي. بس اللي يهمني دلوقتي أو واجب عليا مصر، خلينا نركز على مصر. في حرب السنة دي على مصر، انا في مرضتش اغم الناس في التلفزيون المصري واقولها لهم كده مباشر، ولكن من خلال فيتو هعلنها بصفه مباشره ان في حرب على مصر في 2015 من العدو الصهيوني. يا ريت توضحي لي يا جوز. انتوا بتخافوا ليه والله؟ لا يا ريت توضحي لي، انا ما بخافش. في حرب على مصر سنة 2015 من عدو الصهيوني. بس اللي عايزة أطمن الناس مش هتبقى حرب، يعني هتبقى حرب أيام، يعني صواريخ كده وراء الجيش المصري عامل حسابه كويس جدا. يعني تقدر تقول مثلا استفزاز بين الجانبين؟ نعم. مش هتصل لمرحلة الاشتباك؟ لا، في اشتباك. انا لما قلت نخلي بالنا من الحدود على التلفزيون المصري كان قصدي ان نخلي بالنا من الحرب، فبس لازم الناس نوعيها عشان يبقى عندنا ثقافه نقدر نتقبل الواقع. بس عايز اقول لكم ان الجيش المصري في اقوى المراحل بتاعته، وان شاء الله مذكور عنه هو خير اجناد الارض وربنا معاه. حظك يعني يا عالم، شوف يوم 4/4 عندنا قمر دموي. القمر الدموي 4/4 عندنا خسوف في القمر، رغم ان اسرائيل مش هتشوفه كامل، هتشوفه حوالي 20%، ولكن هي بتتفائل بدقة جدا. السنة اللي فاتت كان يوم 15/4 عملت عيد الفصح اليهودي، ويوم 18 كان في برضه خسوف عملت عيد المظلات. اسرائيل بتعتقد ان في الخسوف القمر بتعتقد ان في رفعه من شان اسرائيل، لان جرالها ايه؟ في سنه 39 عمل نفي اليهود من اسبانيا اثناء خسوفات القمر الدموي. تاني يا جوي، الجمله دي قلت ان هي بتعتقد ان الخسوف بتعتبر في رفعه لاسرائيل، رغم انها مش هتشوفه كامل، هتشوف منه 20%. ولكن وطبعا احنا كمصر كمان هنشوفه 20%، ولكن هي بتعتقد ان في رفعه لاسرائيل. سنه 39 نفيوا من عندهم من اسبانيا. سنه 49 قيام دوله فلسطين. سنه 76 كانت حرب سته ايام مع مصر. وفاقدر احذر من التاريخ دوت كويس قوي. ربنا يستر. طبعا انا فاتحه اللي مش معنى كده ان الحرب هتبقى في شهر 4، هي شهر 4 في مشاحنات في مصر وفي العالم كله، ولكن شهر 8 و9 و10 و11 و12 برضو خايفه منهم، وخايفه من 3 و4 جدا، وخايفه من 2.
اقدر اقول لكم في يوم 20 فبراير هيدخل كوكب المريخ في برج الحمل الناري، وهيجتمع مع كوكب اورانوس، فالاثنين كوكب المريخ بيشير الى الحرب برضو، وكوكب اورانوس كوكب العنف والثورات، فده برضو مؤشر مش كويس. واحنا في الحاله دلوقتي عندنا تراجع في كوكب عطارد برضو، هو مسؤول عن اتصالات وتفكير وحوادث، هيمر بينا برضو هذا التراجع طوال شهر فبراير. فبرضو الاحداث انا بحاول الخص لكم شهر فبراير لاني مش عايزه ابص للنظره البعيده، بحاول ايه اكون ايه محدده. توقعاتك في ظل المشهد العام لفترة حكم الرئيس السيسي، وهل تعتقد ان المرحلة القادمة سيلبي احتياجات المواطن المصري وسيدعم المواطن المصري ويكون خلفه، ولا ايه اللي متوقع من خلال رؤيتك وتوقعاتك؟ المواطن المصري هيكون معاه، وهو بيعمل الاقصى ما في وسعه، يعني هو الله يكون في عونه بيعمل اكتر ما في وسعه ومدي مجهوده ووقته كله للبلد. قبل كده سبق ان قلت لي ان قطر سيحدث بها مع بدايه العام سيحدث بها انقلاب على السلطه او سيحدث بها ثورات، وقلت لي ان تركيا برضو تنبأت ان تركيا تقع فيها ثورات، وبالفعل حدثت ضد اردوغان، وامريكا برضو نفس الشيء. عايز اعرف توقعاتك بالنسبه لهذه الدول الثلاث على مدار هذا العام، يعني بس توقع لتركيا وقطر وامريكا، وهل هيستمر دعمهم لعناصر الارهاب ولا هيتوقف عند مرحله معينه؟ انا مش عايزه اتكلم كتير عن توقعاتي عشان ما تتسربش، ولكن خلينا في تركيا ناخدها. في ازدياد العنف في تركيا وكثير من الفضايح لأردوغان، وأكثر من وزارة سيتم استقالتها في تركيا في 2015.